اهلا وسهلا بكم، عندنا محرك سياره تويوتا ديكاتي، وش رايكم في الرنه تاع المحرك؟ وكان كذا نبدلها بيتون تاع الماء. طريقة كيفاش تبدل لافيتونش تاع الماء وتعرف وين البوان فات ديال لافيتونش، خليها لكم في الوصف في اول تعليق، وقولوا لنا في التعليقات يعني واش رايكم في الزفه تاع المحرك. الله يبارك ما شاء الله. طريقة هيليكس 2011. اي معلومات تحتاجوها اكتبوها لنا في التعليقات، اقرب ان شاء الله نقدر نوفقها. ومعكم أسامة كهرباء السيارات، ولاية المسيلة البلد الجزائري.